الذي يتمكن من إحراز الهدف عن طريق اللاعب عبد الرحمن العمامي عند دقيقة 25. اللاعب عبد الرحمن العمامي يتمكن من إحراز الهدف الأول لفريق الأهلي ببنغازي براسية محكمة. فريق الأهلي ببنغازي يتقدم بهدف مقابل لا شيء. عبد الرحمن العمامي صاحب أداء جيد في هذا اللقاء، صنع أكثر من كرة خطيرة، تمكن من إحراز الهدف الأول وفرحة لجماهير فريق الأهلي ببنغازي. إذن تتغير النتيجة هنا في ملعب النهر الصناعي العظيم، هدف مقابل لا شيء. الهدف عند الدقيقة 25 عن طريق اللاعب عبد الرحمن النعمامي. هنا لقطة الإعادة، يوسف المسلاتي في تنفيذ الركلة الركنية، تعود من أحمد المصلية عبد الرحمن النعمامي بدون أي تباطؤ يضع الكرة في الشباك. إذن هدف مقابل لا شيء، هدف للاعب عبد الرحمن النعمامي. هنا لقطة الإعادة من جديد، يوسف المسلاتي، المتابعة من المهاجم أحمد المصلي وعبد الرحمن العمامي كيفما جاءت، براسي يضع الكرة في سقف المرمى. إذن الأهلي ببنغازي يتقدم.